السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاشة التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكفر كي جي 2 الترم الثاني، وهنكمل شرح شابتر 2 أو الفصل الثاني Playing with new friends، اللعب مع أصدقاء جدد، وده طبعا في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم. وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح page 31، والنهاردة هنبتدي شرح page 32 حتى نهاية chapter 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا page 32 عنوانها Sarah's invitation، يعني الدعوة الخاصة بسارة. وطبعا هنا احنا لسه بنتكلم عن صديقتنا سارة اللي جت الكوميونيتي بتاعنا او المجتمع بتاعنا قريب، ولسه جاية المجتمع بتاعنا، وكانت بتواجه بعض المشاكل ان هي تتعرف على اصدقاء جدد وازاي ان هي تعرف تعيش في المجتمع بتاعنا. وعرفناها كمان ازاي تروح الاماكن المختلفة بالترانسبورتيشن او وسائل المواصلات المختلفة. فالنهاردة سارة بعد ما عرفت ازاي تلعب مع اصدقاء جدد في المجتمع بتاعنا، وعرفت تروح الاماكن المختلفة، وعرفت كمان الرياضات او الالعاب المختلفة اللي بيلعبها الاطفال عندنا في المجتمع بتاعنا والكبار كمان، هنا سارة عاملة invitation، عاملة دعوة علشان خاطر تدعونا بيها ان احنا نلعب معاها في يوم رياضي ورياضة معينة هي بتحبها واحنا كمان. فسارة's invitation يعني الدعوة الخاصة بسارة، والابوستروفي اس هنا اللي هي جاية بعد اسم سارة دي اسمها اس الملكية يا اصحابي. انا عايزكم بس تبقوا عارفين ان دي اس الملكية مش اكتر، دي بتعبر ان الحاجة اللي هقولها بعد اسم سارة دي هي ملك سارة. فسارة's invitation يعني الدعوة الخاصة بسارة، دعوة سارة. وهنا بيقول لنا fill in يعني املأ، the blanks الفراغات، decorate يعني زين، the invitation الدعوة. فإحنا المفروض هنملأ الفراغات وهنعمل decoration أو هنزين الدعوة دي بصور وبأشكال جميلة إحنا ممكن نرسمها أو نلزقها بنفسنا. فهنا أول حاجة مكتوب هنا you are invited يعني أنت مدعو. what game day إلى يوم الألعاب أو ليوم لعبة معينة، طبعا ده سبب الدعوة. where يعني ارتدي، طبعا هنا كل لعبة زي ما عرفنا قبل كده بيبقى ليها الزي اللي احنا ممكن نلبسه واحنا بنلعبها، زي الفوتبول جيم لعيبة كرة القدم زي ما احنا عارفين وبنشوفهم في التلفزيون بيبقوا لابسين تي شيرت وبيبقوا لابسين شورتس كمان او تي شيرت وشورت. ممكن لعبة تانية بيبقى ليها زي تاني على حسب اللعبة، يعني اللاعبين الكاراتيه مثلا بيلبسوا بدلة بتاعت الكاراتيه، لاعبين السباحة بيبقى ليهم الزي بتاعهم ويغطوا دماغهم بشكل معين. كل لعبة بيبقى ليها الزي بتاعها او الكلوز بتاعها اللي هي المفروض بنلبسه واحنا بنلعبها. فهنا بيقولك wear يعني ارتدي، المفروض هنا هنرسم الكلوزس او الملابس اللي احنا هنلبسها. فمثلا ممكن نرسم training suit او الترنج الرياضي اللي احنا عارفينه طبعا كلنا، نرسم هنا صورة لترنج سوت او ترنج رياضي علشان خاطر نلبسه واحنا بنحضر الجيم داي ده او يوم اللعب ده. هنا بيقولك when يعني متى، when طبعا اداة استفهام بتيجي للسؤال عن الزمن امتى، فهنا when بتيجي بمعنى متى او عندما، او يعني الوقت بتقول لنا برضو الوقت اللي احنا المفروض هنروح فيه الجيم داي ده. فمثلا لو الجيم داي ده هيكون يوم سبت فهنكتب Saturday، لو يوم حد هنكتب Sunday، لو يوم اثنين هنكتب Monday، لو يوم تلات هنكتب Tuesday، لو يوم اربع هنكتب Wednesday، لو يوم خميس هنكتب Thursday، ولو يوم جمعة هنكتب Friday.
فهنكتب هنا اليوم المفروض في الجيم داي ده او يوم اللعب ده، هنكتب اسم اليوم هنا. واخر حاجة مكتوب from اي دعوة اصحابي بيبقى في حد بيبعتها، يعني سارة هنا هي اللي بعت الدعوة، اسمها سارة's invitation يعني الدعوة الخاصة بسارة. فطبعا from يعني من، فمين اللي بعت الدعوة هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هي الدعوة دي مبعوتة من سارة، فهنكتب هنا سارة. وطبعا هنعمل decoration او هنعمل تزيين للinvitation دي، وهنحط هنا بعض الصور الجميلة اللي بتعبر عن الجيم داي. لازم تبقى الديكوريشن ريليتد او ليها علاقة بالانفيتيشن نفسها. فنعمل هنا مثلا صور العاب رياضية مختلفة زي ما احنا شايفين قدامنا، بتعبر ان الدعوة دي خاصة بجيم داي او بيوم لعب من الالعاب. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 33 او صفحة 33، وعنوانها our plan. our plan يعني خطتنا، plan يعني خطة. احنا طبعا لما بنيجي نعمل حاجة بنحط لها خطة، والخطة دي بيبقى ليها وقت معين بننفذها فيه، وبيبقى ليها هدف معين لازم نحققه. فهنا our plan خطتنا يعني الخطة اللي احنا عاملينها. وهنا بيقول لك make a plan. make a plan يعني اعمل خطة، اصنع خطة. How will you change the game? How will you change the game? How يعني كيف؟ Will you يعني أنت سوف. Change the game. Change the game إن أنت تغير الجيم أو اللعبة. How will you change the game? وهنا أول حاجة the game we will play is، الجيم اللي احنا هنلعبه. The game we will، نحن سوف. Play is، نلعبه هو. هنلعب لعبة ايه يا اصحابي؟ مثلا هنلعب مثلا لعبة hide and seek. hide and seek او لعبة الغميضة او الاستغماية، فهنكتب هنا hide and seek. يبقى الجيم اللي احنا هنلعبه ايه هو؟ hide and seek او الغميضة او لعبة الاستغماية. طب the new goal of the game is to، the new goal يعني الهدف الجديد. of the game is to، الهدف الجديد من اللعبة هو مثلا ان احنا يبقى الوينر او الفايز في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجيم اللي هما بيلعبوه ده. will choose the new seeker، هيختار اللي هيستغمى المرة الجاية، او the next seeker المرة الجاية. يبقى الجيم هنا الهدف بتاعه هيكون ان الوينر او اللي هيفوز في الدور اللي هما بيلعبوه دلوقتي او في الجيم اللي هما بيلعبوه دلوقتي، هيختار اللي هيبحث او اللي هيستغمى الدور اللي بعد منه. وتالت حاجة one new rule is، one new rule is يعني قاعدة جديدة هنعملها. هي طبعا الوينر لازم يحل مسألة رياضية. مثلا لو احنا عايزين نخلي الموضوع اجمل، احنا مثلا ممكن نحط مسألة رياضية علشان الوينر ده يقدر يعمل choosing او يختار next seeker او الباحث الجديد اللي هيستغمى المرة الجاية. لازم يحل مسألة رياضية. مثلا نقول له مثلا you have to solve a mathematical problem. you have to solve a mathematical problem يعني انت لازم تحل مسألة رياضية. مثلا نقول له مثلا 2 plus 3 equal كام، 2 زائد 3 بتساوي كام. لو هو حلها صح وبشكل سليم وقال 5، يبقى هو هيقدر يختار الـ next seeker او اللي هيستغمى المرة الجاية. وبالتالي احنا عملنا one new rule. one يعني واحدة، ونيو يعني جديد، ورule زي ما عرفنا قبل كده يعني قاعدة جديدة احنا لسه عاملينها في اللعبة اللي احنا بنلعبها. وبكده احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا new goal يعني هدف جديد، وعملنا كمان new rule. new rule يعني قاعدة جديدة. وكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 34 او صفحة 34، ودي اخر بيج في شابتر 2. وقبل ما اشرح الجزء ده احب اشكر اصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات اسمائهم، وعرفت انهم شاطرين ومتابعين معانا اول باول. والاسماء هي عبد الله، عبد الرحمن، شمس، محمد العشناوي، محمد وجيه، جيسيكا منصور، حلا،
يوسف جمال، سما أيمن، كريمة سامح، حسام مصطفى، تميم، يوسف الصديق. كلكم شاطرين وكلكم حلوين وكلكم أصحابي. ابعتولي في التعليقات أسماءكم، هقولها إن شاء الله أول بأول، ودايما تكونوا أنجح الناس إن شاء الله. و page 34 on when her playing with new friends. playing يعني اللعب، with new friends، with new friends يعني مع أصدقاء جدد، وده طبعا اسم الشابتر اللي احنا بنذاكره وبناخده. وهنا بيقولك think، think يعني فكر، about، about في أو عن، what you have learned، what you have learned اللي انت تعلمته، فكر انت تعلمت ايه من الشابتر ده. answer، answer يعني أجب، the questions، the questions الأسئلة. color in، color in يعني لون. the number of stars، عدد النجوم. that show، that show التي توضح. how well، how well جودة، جودة how يعني كيف، well يعني جيد. قد ايه جودة. you and your team worked، you and your team worked يعني انت وفريقك اشتغلتوا مع بعض وعرفتوا ازاي تتعاملوا مع بعض وانتوا بتتعلموا الشابتر ده. فاحنا هنا المفروض اول حاجة نفكر احنا تعلمنا ايه من شابتر 2 او playing with new friends. تاني حاجة هنجاوب على بعض الاسئلة هو كتبها لنا في البيج هنا، وعايزين كمان نلون عدد النجوم اللي بتعبر قد ايه جودة العمل بتاعنا انا والفريق بتاعي. how well you and your team worked، جودة العمل اللي انت قمت بيه انت والفريق بتاعك. وهنا بيكلمنا عن حاجة اسمها التيم وورك او العمل الجماعي او فريق العمل. طبعا هنا اصحابي لازم احنا كنا بنتقسم في الكلاس روم لمجموعات او تيمز، كل فريق او كل مجموعة بيبقى ليها بعض الحاجات اللي بتعملها التيتشر او المس بيدوها لنا واحنا بنتعلم الشابتر ده. طبعا منها ان احنا بنناقش اسماء الالعاب، بنناقش الرولز الجديدة، بنناقش الجولز الجديدة. طبعا لو احنا ما عملناش ده مش مشكلة خالص، المهم ان احنا نبقى عارفين الموضوع بتاع الشابتر وفهمنا فكرته بتدور حوالين ايه، وعرفنا كمان نفكر في النيو رولز والنيو جولز الخاصة بالألعاب اللي احنا فكرنا فيها في الشابتر ده. فأول حاجة هنا بيقول لنا what is the best part of your game، ايه أفضل جزء، best part، best يعني أفضل و part يعني جزء، of your game في اللعبة بتاعتك. طبعا احنا كنا صممنا لعبة جديدة واحنا بنذاكر الشابتر ده وعملنا لعبة جديدة برولز جديدة وبجولز جديدة. فهنا بيسألنا بيقول لنا ايه هو البيست بارت في الجيم بتاعك. طبعا the best part to be winner، ان انت تكون فايز. انا شايف ان ده البيست بارت في اي لعبة، يعني انا لو بلعب اي لعبة اجمل جزء فيها ان انا اكون الفائز. فالمفروض ان احنا هنا لو هنكتب البيست بارت هنقول to be a winner، to be a winner يعني ان انت تكون فائز زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني سؤال بيقول لنا my team، فريقي، and I وانا، shared the work، shared يعني شاركنا، the work العمل، well we نحن، all did our part، عملنا كلنا الاجزاء بتاعتنا او الجزء بتاعنا، عملنا كلنا الجزء بتاعنا. يبقى بيعبر هنا السؤال ده بيقول لك my team and I shared the work، we all did our part يعني انا وفريقي شاركنا العمل بينا وكلنا كل واحد طبعا عمل الجزء بتاعه. ومديلك هنا 1 2 3 4 5 stars، المفروض هتلون منهم عدد الستارز او النجوم اللي بتعبر قد ايه انتوا شاركتوا العمل مع بعض وكمان كل واحد قام بالدور بتاعه او بالجزء بتاعه بشكل سليم. فهنا طبعا كل واحد هيبقى ليه الإجابة الخاصة بيه. زي ما قلت لكم مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، بس في حاجة اسمها ان احنا نكون فاهمين وعارفين احنا بنذاكر ايه وعارفين موضوع الدرس بتاعنا. فهنا طبعا كل واحد هيلون عدد الستارز او النجوم اللي بتعبر قد ايه هو والفريق اللي كان موجود معاه شاركوا العمل بينهم او عملوا شيرينج للورك، وكمان كل واحد قام بالبارت بتاعه ولا لا.
آخر حاجة هنا يا أصحابي I am proud. I am proud يعني أنا فخور of the work I did. Of the work I did بالعمل اللي أنا عملته. طبعا احنا عايزين هنا نعرف منك انت قد ايه فخور بالعمل وبالنشاط اللي انت قمت بيه خلال الشابتر ده. فانت هنا هتلون عدد النجوم اللي بتعبر قد ايه انت proud او فخور بالعمل اللي انت قمت بيه وانت بتدرس الشابتر ده وهو شابتر playing with new friends. وهنا طبعا مديلك 5 نجوم 1 2 3 4 5 5 نجوم تلون منهم عدد النجوم اللي بيعبر قد ايه انت proud او فخور بالعمل اللي انت عملته اثناء تعلم الشابتر ده. وبكده نكون انهينا شابتر 2 وانهينا معاه درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.